Excuse me, sir. There are two persons looking for you, Mr. Hossam and Mr. Omar. They want to meet you. Who? Mr. Hossam and Mr. Omar. استغفر الله العظيم. أما والله قل الذوق. مدرعمين هالحسام وعمر من غير موعد ولا شيء. شوف وش عندهم. يمكن عندهم شيء مهم ولا يحتاجون مساعدة ولا شيء. يا رجال ما عندهم سالفة هذول. Tell them I'm out. Okay, sir. Okay, okay, okay. Call them. Okay, sir. I'll. Fadal. السلام عليكم الشيخ راشد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نحن نعتذر منك أن جيناك البيت في هالوقت ولكن ما جينا الأمر هام. طيب إيش تشربون أول؟ عطر إيش تبي قهوة؟ ما نبغى نشرب شيء. الله يعطيك العافية. نبي نقول كلمتين وماشيين. أنا أشوف إننا ننسحب من هذا القصة. بس إبراهيم هذا إيش أسوي به؟ تدري لو تعالج راح تصير بيني وبين أبو محمد مشكلة يمكن تسجني. أخوي يثقل شوي أنت ما تعرف تصبر. والله إني أتكلم صدق. ما أدري أنت ليش ما ودك تطلع من راسك. أطلع من راسي وشلون؟ هذا ريان السكن وصل، الكهرب وصل لها، الموية وصل لها، حتى عمي راشد وصل له. أنا خايف يقول لعمي راشد شيء، ترى للحين المحامي ما جهز لا العقود ولا كل شيء. إيش في؟ عندكم؟ إحنا جايين نشتكي طال عمرك من براء. عجيب. أنتم جايين تشتكون من براء؟ براء هذا أصلا خويكم وأنا حتى محذرة منكم، هو معاكم من المدرسة والحين جايين تشتكون منه. طال عمرك هو خوينا لكنه خاننا مثل ما بيخونك. إيش؟ هذا رقم مميز. رد يمكن مكالمة مهمة. رد يرحم والديك. طيب راح يتكلم. ألو نعم. لعلمك براء كان يبي يسممك يوم سوى مفطح وجاب لك الهدية، وعشان كذا انت تعبت رحت المستشفى واحنا حذرناه. براء ما يهم الا نفسه، علشان كذا جن فهد المسكين وصر جراح الواحد مسجون اسمه زيد، عشان يقول ان فهد مو فلي خذ المفتاح لا وعطاه 10,000 عشان يبدأ حياته بعد السجن. انت يا براء وبراء يا شيخ راشد. خلاص انت الحين قلت اللي عندك تفضل برا. لا لسه بعد في كلام ابغى اقول لك عن براء. ولا ابغى اسمع ولا كلمه عن براء زي ما جاك. براء اصلا كان ما يسمع فيكم ومعاكم مثل الاخو، الحين صار براء كخه، صار عنده مشاكل وقمت تفتنون عليه وتفترون عليه. اسمعني عاد، اذا في بينكم مشاكل روح حلوها بعيد، انت ربع من اول. انا كنت حذره منكم بس هو ذان من طين وذان من هجين، ما يسمع فيكم. شوف اصدقاء السوء، شوف نشت جايين الحين يطعنون في ظهره. اسمعني عاد الكلام اللي جاكم، كلمه واحده عن براء ما ابغى اسمع. اللي بيني وبين براء لا انت ولا اكبر منك تقدر يهدمه. اسمه ولدي هذا تسوون ما بيل انتم. اقول لك والله عطتكم وجه، لو عازمهم على شيء يشربونه بعد برا برا برا. وشو؟ اقول انقلع برا اللي جاك. يلا يلا البيت تعذرك. يلا يلا تجون مره ثانيه. يلا امشي. وش الطرد ذي يا حسام؟ صراحه ما توقعتها. اجل ريان ورطنا، كان يصفي حساباته مع براء. شكلنا والله خسرنا براء للابد. يا صحيح كذا ولا كذا خسرنا براء ما دام واقف مع فهد. كذا ولا كذا مو معنا اصلا. اها طيب وش السؤال الحين؟ فهد هو هدفنا. انا ما ادري ليش كنا مركزين مع براء عشان يساعدنا. بس براء ذيب يا خسي. اخوك الذيب دم ابوك ما يروح هدر. يا روح ما بعدك روح، امسك قدامي. عمي ليكن صدقت كلامهم، تراهم كذابين. أنا صدق هذول الدشير وكذب ولدي؟ ولدي ربيت على يدي منه صغير؟ أفا عليك بس. الحمد لله. يعني حسبت أنك صدقتهم ولا شيء. لا لا أفا عليك. أنا والله ياما حذرتك منهم، ياما كلمتك عنهم. بس تعال.
انت شلون دريت انهم كانوا هنا وانهم قالوا اللي قالوه؟ ايه لا كانوا فاتحين الخط وكان يسمعوني عشان انقهر. اي لا ابد ابد ولا ودي اشمت فيك. انا قلت لك كم مره يا براء، اصحاب السوء هذول ما وراهم خير. شوف الاخباث، لا ابد ما صدقتهم وطردتهم من البيت، قلت لهم لا عاديون مره ثانيه، قلت لهم اللي بيني وبينك اكبر من هالكلام وهالخرابيط. طيب انا استاذن يا عم راشد. ابد حياك الله، ما قصرت، مشكور. نكمل الشغل بعدين. طيب حياك ما قصرت يا منصور. الله يكرمك. شوفك على خير ابو سعد. حياك الله. هلا والسر ما واجهت. ما واجه الا الطيب. توصي بشيء وراه؟